وانا باصص عليك اهو، يلا وريني. ودلوقتي هخلي الكرب دوت لونه اخضر. اوه ماي جاد، دي حلويه، الكرب بقى لونه اخضر. هولي مولي، ايه ده، انت عملت ازاي وادي حركات؟ ودلوقتي انا غيرك الكرب كله شاد واحد بس، يلا بسرعه. ودلوقتي غيرته كده بقى الكرب الاحمر. هولي مولي يا علوية، حركات، قدر يغير الكارب، شال القديم وحط واحد جديد. او ماي جاد، يا ابيض يا علوية، انا اللي راكب الموتوسيكل اصلا، شايفين ايدي؟ ايه ده، ايه الصغيره دي؟ بس انا حتى انا مش باين خالص. او ماي جاد، حركات. ايه ده، حركات ركب، ليتس جو. ودلوقتي الكاب ليتس جو. ايه ده حركات، طب احنا ركبنا والموتوسيكل بيمشي، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قولي يا بوشي مش عارف الشجوع. قولي بولي على الواد دلوقتي، اوديهم على البسين، يلا انزلوا بسرعه. يابي علوية، ودلوقتي نط علي، ليتس جو. هما ما شافنيش اصلا، ما يعرفوش ان انا اللي عملت فيهم الخدعه دي. يا سلام، انا اول ما هدوس على البتاع اللي معايا تحت ده اللي هو بتاع المستشفى، حركات جه مكانه هنا كده. ياب ياب يا علوية، الجزء التاني من خدع تيك توك، عملنا فيديو قبل كده وهو خدع تيك توك في بروك هيفن، ليتس جو. والنهارده هتشوفوا خدع اول مره تشوفوها في بروك هيفن. انتوا عارفين لما ابو علي بيعمل خدع استحاله ان انتوا تكونوا شفتها في مكان قبل كده، معروفه صح يا حركات ولا لا؟ بصي بسرعه، كل واحد مننا عنده خدع كداوت، وبشوف العلوية هيقولوا بقى مين احسن واحد عنده خدع. وانا كمان يا ابو علي عندي خدع اسطوره هتعجب العلوية قوي، لازم بص اوريهم قدراتي وقدرات سجقة، لازم اعرفهم ان الخدع بتاعتي مش موجوده في بروك هيفن. امال موجوده فين السجوقه؟ موجوده في مباني تانيه. او ماي جاد، موجوده في، انت مجنون، احنا بص الخدعه، بص في بروك هيفن بس. اوكي يا علويه، كل واحد مننا هيكون عنده خدع تيك توك واول مره تشوفوها في حياتكم في بروك هيفن. والخدعه دي يا علويه انتوا بقى هتشوفوها، خدع بالي وخدع حركات وخدع سجوقه، واحسن واحد مننا هيعمل الخدعه دي انتوا هتنزلوا تكتبوا في الكومنتات، انتوا الحكم يعني بالظبط كده يا علويه، انتوا لجنه التحكيم اللي هتختاروا ما بيننا. اوه حركات، هو انت لابس السماعه ليه صحيح؟ يا ابني لابس السماعه، بوش استاذ اوريك دلوقتي. اركب الحنطور. هولي مولي، او ماي جاد، حرام عليك يا ابني، كفايه الحنطور بجد يا علوية، خلاص مليت من الاغنيه. او ماي جاد، خلاص يا ابني وقف الاغنيه، حركات واقفه. طيب خليك تشجع، ما تقراش يلا. ودلوقتي بصوا اسمعوني، اول خدعه انا اللي هعملها، اوكي؟ فاول خدعه اللي هي ان احنا هنيجي هنا كده عند الاوتيل، ليتس جو بسرعه. يب نختار اني بيت، وليكن مثلا بيت 3. تعالى حركات، اوه فين سجق؟ ايه ده، انت شايل سجق ليه يا ابني؟ ما تسيبه يمشي. بس بص كده يا معلم، بصراحه بص رجلي وجعاني يعني. او ماي جاد، رجلك وجعاك السجق؟ طب ثواني بس، خلينا نشتري البيت ده علويه، ليتس جو. ودلوقتي نزلنا البيت ده، هندخل هنا كده الحمام عشان تعرفوا على اللوية. الخدعه دي، الخدعه دي انا بستخدمها في الافلام بتاعتي تقريبا من السنه اللي فاتت، يب بلا تقريبا اكتر من سنه كمان، كنت بستخدم مكان سري جوه وكنت بعمله زي سجن كده او اي حاجه هتشوفوها دلوقتي. فبندخل الحمام وليتس جو. حركات، انت اكيد فاكر الخدعه دي صح يا حركات؟ ايوه تمام، الخدعه دي كانت في فيلم البطل الخارق. ايوان بالظبط حركات، فيلم البطل الخارق على اللوية بتاع السنة اللي فاتت اللي كلكم كنتوا بتحبوه، ليتس جو. كنت باجي هنا كده وباجي في الشات على طول، ولازم اكتب AFK، ليتس جو. بعد ما نكتب AFK هنعمل الحركة دي ونستخدم الشاور، ليتس جو بالظبط كده. تعالى حركات، اعمل هنا كده هارت، لو عملت هنا هارت ممكن تيجي معايا في الخدع، اعمل هارت يا حركات. ايوه عملت يا واد، بالمية بجد في وشي. ايه ده، معلش ثانية واحدة بس اعمل الخدع، حركات استنى. ايوه عليك، المية نازلة في وشي كمان بسرعة. طيب ودلوقتي بص يا علوية، المفروض ان انا اجي هنا كده عند البيت وهبدا اشيل البيت. يا سلام، شوف يا علوية انا فين دلوقتي. اوه حركات كان هنا والله. او ماي جاد، دي خسافة راحوا فين؟ شفتوا يا علوية الخدعة؟ احنا بقى كنا بنعمل المكان ده زمان في فيلم البطل الخارق، المكان سري كده زي السجن. ياب يا علوية، ودي اول خدعة من خدعة ابو علي، اتمنى ان الخدعة تعجبكم، وانزلوا قولوا لي ايه رايكم وخلينا ناخد راي حركات. عجبتك حركات؟ يا ابني دي خدعة ماشي، يا ابني الخدعة دي احسن، بص انا عندي خدعة احسن منها بكتير. طب يلا ورينا خدعة من خدعك كده حركات. انت دلوقتي عاوز تشوف الخدعة بتاعت حركات حركة متحركة؟ طيب
هادي دواتي بوز هشغل الاغاني بتاعتي واعمل الخدعة هشغل حتون اركب الحنطور واتحنطر هما يقضي على واحد قبل شغل حنطور ايه ده حركات ايه ده المجنون هولي مولي ايه ده لاس جو شوف حركة راح فين او ماي جاد هو راح فين هولي مولي على واحد والله حركات طلع برا الباب ولا انا مش ايه ده حركات هولي مولي هو الواد ده بيقول ايه بتقول ايه يا ابني يا مولي خدها يا مولي شغالة يا مولي كشدي بجارة بموت يا نوب او ماي جاد علوي ده يموت ولا يخلينا نجيبه بسرعة انت وادي حركات الخدعة دي عجبتني كنت يا ابو جاسر الخدعة تابت غلط غلط حركات يا نوب المفروض مش انت اللي تعمل الخدعة اصلا انا اعمل الخدعة وبعد كده انت خدعك وبعد كده الخدعة بتاعة سجوة والعلوية هم اللي يكرروا فلا سجوة علوية على الخدعة التانية والخدعة التانية علوية ان احنا هنيجي هنا كده يوب هننزل الاتوبيس بتاع المدرسة لازم اتوبيس المدرسة علوية وبعد ما نجيب اتوبيس المدرسة هنركب الاتوبيس اركب حركات اركب لاتس جو حركات السجوق اركبوا دلوقتي الخدعة علوية ان احنا هنيجي هنا كده عند النجمة بتاعت البريميوم هنعمل في الاتوبيس نور وبعد كده نبدأ نبوظ الاتوبيس بالشكل ده وبعد كده ندوس اتش لاس جو هننزل دلوقتي اوه ماي جاد هولي مولي والله ما ظبطت دلوقتي علويه هي ما ظبطتش عشان حركات السجق ريكو استنى حركات ما تركبوش طيب ثانيه واحده علويه خلينا نشيل بس الاتوبيس الخدعه دي جامده جدا ثواني انتوا هتشوفوها ابعد حركات ما تركبش لاس جو اركب الاتوبيس بوظ كل حاجه لاس جو واعمل النار وبعد كده ندوس اتش هنا ودلوقتي علويه اوه ماي جاد ظبطت ثانيه عملت بيه تبي يا ابو علي او ماي جاد انا ما لحقتش عملت بيه انا مت او ماي جاد انا فين ايه ده انا مت والله نزلت تحت الماب خالص ثانيه واحده الخدعه دي جامده بجد حركات ايه رايك يقول لي العب بالعجله ديت بتاعتي اوتوبيس او ماي جاد العب بالعجله عجله يا واد يا نوبه انت اللي بتلعب ليتس جو مش شبعي الخلعة دي عجبتني بصراحة دلوقتي السجوقة بس ثانية واحدة كنت عايز اوري العلوية ان انا ممكن اعمل تي بي اصلا ومموتش ثانية واحدة علوية ممكن نجربها تاني خلينا ننزل اوتوبيس وبسرعة كده على طول لازم نيجي هنا عند بريميوم نار ونبوظ الاوتوبيس بالشكل ده ونعمل اتش علوية ونشيل ده هوهو بنوع والله بنوع ثانية واحدة تي بي يا ابو علي ليتس جو عملت تي بي ومموتش تحت الارض ودي كانت الخدعة التانية ويلا بينا على الخدعة التالتة والخدعة التالتة يا علوية هي ان انا اخلي حركات هنا حركات خليك هنا ماشي اوعى تتحرك انت وسجوقة هعمل الخدعة التالتة واجيبها لكم فورا ماشي اوعى تتحركوا ليتس جو يا ابو علي امشي بعيد بس كده عشان ما يشوفنيش بسرعة بسرعة اجي هنا كده يا علوية عشان الخدعة التالتة دي اصلا هخوفهم هعمل فيهم مقلب فليتس جو دلوقتي لازم اخلي نفسي صغير خالص صغنون يب اصغر حاجة 0.4 فدلوقتي هننزل الموتوسيكل بتاعنا اللي هو العادي جدا ده اعتقد ان اي حد يقدر ينزله عادي جدا ليتس جو يب وهنعمل دلوقتي علوية ايه بقى نيجي هنا كده ليتس جو ونيجي نعمل هنا لي داون ليتس جو يب وبعد كده نختفي بس الايد بس اللي باينة يب يا علوية شايفين دلوقتي انا مختفي تماما الموتوسيكل بيمشي لوحده ليتس جو بس الايد هنا بس باينة عشان كده اخبيها هنا كده واروح لحركات ايه ده يا شجار؟ الموتوسيكل ده بيمشي وحده تقريبا؟ انا مش عارف حركات، هو تقريبا كده كان واحد راكبه ونط وجه عندنا وقف. طب ثانية كده بص عليه ولا ايه؟ ثواني عشان نركب كده اهو، ايه ده؟ الموتوسيكل بيمشي وحده، يلاوي. يب يب يا علوية، انا اللي راكب الموتوسيكل اصلا شايفين ايدي؟ ايه ده؟ ايه الصغيرة دي؟ بس انا اللي حتى انا مش باين خالص، او ماي جاد حركة، ايه ده؟ حركة تركب، ليتس جو. ودلوقتي الكاميرا يا شجار ايه ده حركات طب احنا ركبنا والموتوسيكل بيمشي ايه اللي هيحصل دلوقتي قول لي يا بوش يا مش عارف يا شجار قول لي بول علوة دلوقتي اوديهم على البسين يلا انزلوا بسرعة يب يا علوية دلوقتي نطم علي ليتس جو هما مش شافنيش اصلا ما يعرفوش ان انا اللي عملت فيهم الخدعة دي يا سلام وكده دي تكون الخدعة التالتة وثانية واحدة بص على حركات او ماي جاد هما فين او ماي جاد يا علوية لازم انقذوا ثانية واحدة على حركات ايه ده لا ودي كنت اموت ايه ده
ام علي انت اتغنت كده ليه؟ صحيح يا ابو علي انت اتغنت كده ليه؟ اصل انا بص كنت بجرب حاجه كده الحلويه وهم شافوها يعني كنت باكل في المطعم ودلوقتي حلويه على الخضعه الرابعه. ايه ده؟ مش انت كنت بتعمل الخضعه التالته؟ ما الخضعه التالته اتعملت خلاص حركات انت هتشوف الفيديو. ودلوقتي حلويه على الخضعه الرابعه. ليتس جو. يابا يا علوية ودلوقتي حركات لو سمحت نزل سجوة من على كتفك نزله عشان الخدعة بتاعتنا دي لازم تتجرب على شخص واحد وانت اكتر شخص مناسب بحركات فعشان كده انا دلوقتي يا علوية هعمل حركة في حركات فيلا بينا دلوقتي خليني اجيب لازجو اللي هو البتاع بتاع المستشفى ده يوب ودلوقتي علوية هاخد حركات كده تعالى حركات خدت حركات ودلوقتي علوية بص ايه اللي هيحصل في حركات ابعد السجوعه ياب ابعد كده ودلوقتي هخلي حركات يدوخ كده بالشكل ده وبعد كده هزقه زقه ليتس جو هولي مول حركات طرف الجو خالص على الارض الواد حركات اتزحلق على الارض كده زي كوره البيسبول طب وبعدين تايم بتفضل كده ودي يعني متعلق كده لا لا يا علوية الخدعة لسه ما خلصتش شايفين حركات فين؟ أنا ممكن أجيبه عندي عشان أنا ساحر كبير بص 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 الحركة دي السحرية دي ليتس جو إيه رأيكوا؟ شفتوا حركات كان هناك جبته هنا مكانه تاني يا سلام خدعة جامدة جدا هوريكم دلوقتي بنعمل كده أهو كده وبعد كده علوية بنروح سايبين البتاع اللي تحت دي ليتس جو هو زينك اهو بص بقى يا علوية أنا دلوقتي هعاقب حركات مش أنتوا بتقولوا لي يا أبو علي عاقب حركات حركات هنا أهو بصوا انا اوريكم عشان ايه تعرفوا ان الخدعه دي حقيقيه اهو حركات هنا اهو انا اول ما هدوس على البتاع اللي معايا تحت ده اللي هو بتاع المستشفى حركات جه مكانه هنا كده يب فدلوقتي انا ممكن اعاقب حركات بطريقه جامده جدا وسع سجوه وسع ودلوقتي اخلي حركات يلف في الجو ليتس جو يب هولي مولي شفت حركات راح فين ودلوقتي على وين اطلع فوق عند السوبر ماركت اوكي على وين زي ما انتوا شايفين بص حركات فين ومعايا السجوقه ودلوقتي اعاقب حركات حركه متحركه ان انا اول ما هنط وامسك البتاع وهيجي على طول فليتس جو لا ويجي بويت من خيري انا ماشي من الدهب لك داوت والله يا حركات الضربت علقه ايه ده شجوع انت بتضحك عليها شجوع يابا على وين شفت انا عاقبت حركات ازاي حركه جامده جدا اعملوها في اصحابكم وعاقبوا حركات كده زي ما انا عاقبته ليتس جو ودلوقتي يا علوية المفروض ان احنا هنروح عند القارب طبعا لان القارب فيه خدعه اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دي خدعه ان انت اصلا يعني ينفع تشيل القارب اساسا وتحط قارب تاني وكمان تسوق القارب دي يعني انا اول مره اعرفها بصراحه فهنشوف الخدعة الجامدة دي مع بعض بس قبل اي حاجة خلينا نروح بس الخدعة الخامسة بتاعتنا تعالى حركات وليتس جو هندخل هنا كده السينما وهنيجي عند السينما وسع كده يب ونيجي هنا كده وهندخل هنا هنا مكان سري في السينما المكان السري ده على بيخرجنا بره الماب خالص والمكان ده هنيجي هنا كده وهندور على طول على السرير ايه ده حركات بيغير الفيلم غير مع نفسك حركات ايه ده ماشي الكرتون بتاع سبونجي بابا بيشغل ليه كرتون سبونج بوب خليك اخويا اتفرج على سبونج بوب ودلوقتي علوية نجيب البتاع السرير بتاعنا ونحط السرير بتاعنا يا علوية هنا كده يا سلام ونام عليه دلوقتي يا ابو علي انا دلوقتي بقيت بره الماب يا علوية بس لو وقعت تحت هموت على طول فدلوقتي انا بقيت بره الماب خالص او ماي جاد شايفين المكان ده اللي انا بعاقب عليه حركات لما بجيبه هنا بخليه ينط فدلوقتي هنروح للخدعه السادسه ايه ده حركات جه المكان ده هو المكان ده حركات اللي جينا لوكر كانت بتستخبى فيه في لعبه الاستغمايه فاكرينه على الهوية ودلوقتي القطعه السادسه في نفس المكان برضو هنطلع هنا كده ممكن نرجع استحاله نرجع على الهوية لازم نعمل تبي هوهو يابا على الهوية وكده اكون انا خلصت تقريبا الخدعه بتاعتي بس انا عندي خدع كتير جدا في بروك هيفن وكمان انا عندي اصلا خدع كتير جدا 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 بس اعتقد ان انتوا عارفينها خدعه وانت راكب على الحصان وبتعمل جلتشات كده غريبه وبتمشي في اماكن غريبه وحاجات كده ورقصات غريبه بتعملها بس انتوا تقريبا عارفين كل الحاجات دي فانا بعمل لكم الخدعه اللي انتوا تقريبا مش عارفينها خالص ودلوقتي دور حركات ان يورينا خدعه من بتاعته يلا حركات طيب يلا مشاع يلا قولي بولي وحركات راح فين على وين ليتس جو خلينا نمشي وراهم نشوف الخدعه بتاعت حركات ايه ده انت بطيء ليه يا ابني عشان شايل شجوع بعرف ده اجي يا شجوع ودلوقتي اجيب المشتاق وحركات بيعمل ايه ثانيه واحده وحركات بيعمل ايه يا شجوع انا والله ما عارف حركات ده بيعمل ايه اساسا
قولي بولي هنشوف دلوقتي ايه ده. حركات انت بتعمل ايه؟ بيعمل الخدعه بتاعت الدار. ليتس جو. هيجي هنا كده ويعمل او ماي جاد. شفت بقى ادي وقتي داي مسكور. او ماي جاد دارك مسكور. اسمها مسكور ولا مكسور يا نوب؟ هولي بولي طبعا الخدعه دي علويه تقريبا كلكم عارفينها. حركات يا نوب الخدعه دي كله عارفها. حركات تمام بس بتاع كده دي بص حلوه قوي. بص داي قولي بولي انا هعدل لك دارك دلوقتي. امسك كوكو ياب وكده اكون عدلت لك دارك. حركات ليتس جو. حركات جاي النهارده يتدرب. انا بقالي عندي خدعه اسطوريه. او ماي جاد يا سجوة بجد انت عندك خدعه؟ ثانيه واحده بس اشيل الحاجات اللي معايا دي. ياب خدعه ايه يا سجوة؟ بص يا بقالي الخدعه دي محدش يعرفها ابدا ابدا ابدا. استحاله اي حد من العلويه يعرف الخدعه دي. هولي مولي طب ايه هي الخدعه يا سجوة؟ بص تعالى ورايا دلوقتي اقعد هنا. هولي مولي قعد في او ماي جاد قعد هنا. طيب ثانيه واحد قعدت يا سجوة ودلوقتي ايه الخدعه؟ انا هوريك دلوقتي الخدعه ايه بس لازم الاول ادوس هنا كده واحلقلك. او ماي جاد تحلقلي. ايوه هي دي الخدعه. وكده اكون خلصت الخدعه الاسطوريه دي اللي مفيش اي حد يعرفها. يا دراويش ابو علي ما عنديش عيايه واحده. او ماي جاد يا نبات عملتولي خدعه في شعري خلطولي بس بشعرايا. قولي بولي علويه والله ما عنديش شعره واحده. قولي بولي شعري راح فين؟ انت بس يا سجوة اقول لك ايه خليت شعري بص شعرايا واحده علويه. طب سجوة هو انا عامل ايه بالشعرايا دي؟ دي بص كده يا باشا لو انت عاوز تظبط الارسال بتاع التلفزيون حرك الشعرايا. مولي مولي ارسل التلفزيون انت وادي سجوة. او ماي جاد يا علوية دي بس مش كده التيك توك ده كان مقلب ومقلب غلس بصراحة انهم يعملوا شعري كده. فدلوقتي لازم ارجع شعري. ودلوقتي يا علوية اخر خدعة معانا وهي خدعة القارب الاسطوري اللي تقريبا هنشيله دلوقتي وهننزل قارب جديد وهي خدعة في بروك هيفن مفيش اي حد يعرفها خالص. فهنوريها لكم دلوقتي وحركات هو اللي عارفها طبعا. حركات يلا وريني الخدعه. تمت بص ادي وقتي اشيل القارب دوت ماشي وادي واحد بداله تمت. او ماي جاد هتشيل القارب ثانيه واحده بس قبل ما تشيل القارب خلي ابو علي بس يتحقق الاول يشوف فعلا القارب بيتشال ولا لا. ودلوقتي يا علويه هو فعلا انا ينفع اشيل القارب؟ مفيش اي زرار سري هنا كده. طبعا انتوا عارفين ان في الخدعه بتاعه التيك توك اللي انا عملتها المره اللي فاتت في مكان سري هنا كده. ليتس جو يوب هو المكان الاسطوري ده وكمان في مكان سري هناك. ثانيه واحده اوريه لكم برده كان موجود في خدعه التيك توك بتاعه المره اللي فاتت. اللي ما شافش الفيديو هيلاقيه في الديسكريبشن تحت ان احنا بنيجي هنا كده ونزلت اهو هو ده المكان السري زي ما انتوا شايفين المطبخ. ليتس جو بنيجي هنا كده وبنلاقي الخدعه بتاعتنا الاسطوريه دي. انا تقريبا دلوقتي في المطبخ يا علويه. دماغي في المطبخ ممكن نط في المطبخ؟ ما ينفعش. ثانيه ينفع افتح الثلاجه؟ هولي مولي ينفع افتح الثلاجه. واو خدعه اسطوريه بصراحه بس مش دي خدعتنا. خدعتنا ان احنا نغير القارب. فليتس جو بسرعه خلينا نطلع واشوف حركات النوب هيغير القارب فعلا ولا لا. يلا يا حركات انت ايه اللي عايدك؟ يلا ادخل وريني بقى ازاي هتشيل القارب ده. مولي مولي حركات هيدخل دلوقتي على هوايه يوريني بقى. انا اعتقد ان الخدعه دي فيك اساسا صح يا سجوة؟ هو بص كده الخدعه دي حقيقيه لان حركات غير القارب قبل كده معايا وكمان ساقه. هولي مولي ساقه؟ ايه الكلب ده سجوة ما تكدبش؟ هتشوف كل حاجة ثانية واحدة بس. ثانية واحدة خلينا نقف. او ماي جاد يا علوية بعد مرور 5 دقايق ولسه القارب زي ما هو. وانا اعتقد ان الخدعة دي فيك اصلا عشان حركات حركة متحركة ما قدرش يغير القارب. فليتس جو خلينا امشي يا نبات مش عارفين تغيروا القارب. انت واجي بالي استنى ماشي كنت بشتري كايب هغيرك دلوقتي كايب. او ماي جاد يا علوية يغير القارب الواد حركات ده بيقول ايه؟ انت يا نوب انت يا بالي كنت بشتري كايب انت اللي مشاك انا هغير دلوقتي. هولي بولي بالذمه ده بس كلام يتصدق يا علويه؟ يعني انا مش متاكد اصلا ان القارب يا ابني القارب ده ما بيشتريش يا حبيبي. طب لو فعلا حركات انت بتشتري القارب حركات وريني دلوقتي ازاي هتغير القارب وانا باصص عليك اهو. يلا وريني. ودلوقتي هخلي القارب دوت لونه اخضر. او ماي جاد يا علويه القارب بقى لونه اخضر. هولي مولي ايه ده انت عملتها ازاي وادي حركات؟ ودلوقتي انا غيرت القارب كله شادي وادي ماشي يلا بسرعة ودلوقتي غيرته كده بقى القارب الأحمر.
هولي مولي يا علوية، حركات قدر يغير الكهرب. لاتس جو، شال القديم وحطه على الجديد. او ماي جاد، هولي مولي حركات. هو احنا نقدر نسوق دلوقتي حركات صح؟ تمام يا اللي مشاهد انت هنشوق كارب. او ماي جاد يا علوية، حركات طالع يسوق كارب. لاتس جو، كارب دلوقتي اتغير خالص. هولي مولي، ثانية واحدة بس عشان اتأكد كل حاجة شغالة. يا سلام، كل حاجة شغالة. سجوقة تعال بسرعة نطلع نشغل الكارب. خلينا اجي هنا كده. يب، ودلوقتي يا حركات هنسوق الكارب ازاي؟ بص بقى، لازم كلنا نكتب الكلمة السرية. يلا اقول لكم عليها. طيب انا جاهز حركات، يلا بينا. او ماي جاد حركات يا دوب، هي دي الحركة حركات. لا بص، ما فيني كام كده ونلف. شفته على التيك توك. او ماي جاد على التيك توك يا دوب. قولي مولي علوية، ايه بس الحركة؟ اطفي اغنية الحنطور دي، حرام عليك. اكبي عدو دي جد دي جد. او ماي جاد يا علوية، وقف يا ابو علي. يب، قدرت اقف اخيرا. ودلوقتي يا علوية يكون الجزء التاني من خدعة التيك توك. لو عاوزين جزء تالت من خدعة التيك توك ما شفتهاش قبل كده في بروك هيفن، اعملوا الفيديو ده لايك وقولوا لي في الكومنتات. باي.